يقول المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخنا في دارين امين. ثم انتقل يتكلم على ما اذا نسي صلاه او اكثر. لا احنا لسه ما وصلناش لسه. كان مساله تفضيل كده. تنبيهان. الأول قيدنا كلامه بغير المستنكح احترازا من المستنكح فإنه ليس عليه إصلاح صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موضوع الاستنكاح واستنكح ونكح، قال العلماء النكاح معناه الإدخال، ويقال نكح النعاس عينه إذا داخله النعاس في عينيه، ويقال نكح الأرض المطر يعني إذا أدخل ماءه فيها، ومنه موضوع النكاح الشرعي اللي احنا عارفينه ده. والمستنكح يعني الذي داخله الشك، داخله الشك بمعنى أصبح الشك معه دائما مداخلا له في نفسه، لأن الإنسان يعني قد يكون شاكا قد يشك، ولكن هذا الشك قد يكون معقولا وعقله لا شيء فيه وليس بمرض، وكل الناس عرضة للسهو وعرضة للشك، لكن أن يأتيه الشك دائما في كل يوم ولو مرة فإن ذلك يكون على حالة غير عادية. ولذلك قال العلماء إنها وسوسة، والوسوسة مرض، وهذا المرض بسبب مداخلة ذلك الوسواس أو مداخلة الشك، فيقال استنكحه الشك. استنكحه الشك أي داخله الشك كثيرا. يبقى إذا كلمة النكاح والاستنكاح وكذا وكذا كله من الإيه؟ معناه المداخلة، معناه المداخلة والمخالطة. ولكن لا يقال لمن شك مرة يعني في يوم وذهب عنه الشك أياما، لا يقال عنه إنه مستنكح ولا داخله الشك، وإنما شك عادي طارئ بالنسبة له، لذلك الشرع لم يجعل له حكما. أما الذي يكثر عند الإنسان ويداخله كثيرا ويعتريه كثيرا فإنهم قالوا إنه مستنكح، وكفى بتلك المسألة يعني تقبيحا وتشويها للإنسان أن يحاول الإعراض عنه. يعني لما يقول له استنكحك الشك، معنى إيه يعني؟ داخلك حتى صار كأنه نكحك الشك أو مستنكحا لك. فهذه مسألة فيها يعني نوع من القباحة ونوع من التمثيل تدعو الإنسان إلى أن يعرض عنها وأن يلهو عنها. ولذلك احنا نجد الشرع دائما وابدا اذا اراد ان ينفر من شيء اتى بالكلام المناسب. يعني الشرع دائما وابدا المفروض في الشرع انه ياتي بالكنايات وياتي بالتوريات عن الالفاظ الايه؟ القبيحه او الالفاظ المنفره، ولكن تارة يكون ذكر الالفاظ المنفره غايه في البلاغ. غايه في ايه؟ غايه في البلاغ. يقول الله تعالى مثلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. شوف كلمة قوية اللي مش من شأن القرآن إنه يتكلم حاجة زي كده. خلاص كان ممكن يقول تلك إذا قسمة جائرة، لكن جائرة ما تديش التمثيل اللي مطلوب اللي يريد القرآن أن ينفر به الناس، لكن لما يقول تلك إذا قسمة ضيزى يعني كلمة شديدة جدا تنفر من سماعها الآذان وتنفر من سماعها الناس. يبقى جاية في موضعها ولا مش جاية في موضعها؟ جاية في موضعها. هنا لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دراء، ما أدب رسول الله أدب جم، لا يعبر بتلك الألفاظ.
ولا يحب أن يذكرها، ولكنه في هذه الحالة الأدب أنك تذكر هذه الألفاظ. هذا الله تقبيحا وتنفيرا، تقبيحا وإيه؟ تقبيحا وتنفيرا. فهنا جاءه رجل ذات يوم فشكى إليه أن رجلا نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. لفظ المنفر. أما إذا واحد ينام عن النوافل وعن قيام الليل وعن وعن وعن، أي تذكر كلمة الرسول بال الشيطان في أذنه، فأنا أذني دي هتبقى محل لبول الشيطان، يبقى ينفر ولا لا ينفر؟ ينفر، يبقى الكلمة جاية في موضعها. فهنا كلمة استنكحه ومستنكح بمعنى داخله الشك. طب اللي داخل الشك ده ايه وضعه؟ قال لك يلهو عنه وجوبا، شرعا وجوبا يلهو عنه. ليه؟ لانه اذا استمر معه فسيصل الى العقيده ويزعزعها من اصلها والعياذ بالله. ممكن يشككك النهارده في الوضوء، وان بكره في الصلاه، وبكره في الصيام، وبعرف مش عارف ايه، وهكذا وهكذا، حتى يصل والعياذ بالله الى العقيده فيشككك فيها. خلاص؟ فدي الكلمه منفره. جاءت في ايه؟ في موضعها. نعم. نعم. فقط هذا المصطلح مستنكح او مستنكح؟ لا، مستنكح بكسر الكاف. نعم، مستنكح بكسر الكاف، نعم. الثاني روي قوله ام اربع بالنصب عطفا على ما قبله وبالرفع على انه خبر مبتدأ مضمر. ومن كان إماما أو فردا وتكلم في صلاته كلاما يسيرا. فصلى ثلاثا أم أربعة؟ أربعة. يبقى أم هنا تفيد إيه؟ العطف، لأن أم تأتي إذا كانت الهمزة معادلة، في همزة اسمها همزة التسوية، وتكون أم يسمونها أم المعادلة. خلاص؟ وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. يعني هي دي أم بها عطف إسر همزة التسوية، يعني بعد همزة المعادلة تقول أصلى ثلاثا أم أربعا، يعني أم صلى أربعا، يبقى عطف على إيه؟ ثلاثة، على ثلاثة. ثم روي أم أربع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أم هي أربع. طيب على الأول تكون أم متصلة ولا منقطعة؟ تكون متصلة، وعلى الثاني تكون أم منقطعة، نعم. ومن كان إماما فردا. طب ولما تبقى قربت تبقى لم، معلش حتة دي شوية بس، لما تبقى منقطعة يبقى الكلام هي إيه؟ كان كلام إزاي؟ إدراك. نعم؟ إدراك. كيف؟ إذا كانت منقطعة فإنها تقدر ببال والهمزة، تقدر ببال والهمزة تقدير الكلام. أصلى ثلاثا بل أهي أربع، بل أهي أربع، مش إضرابه بس، لأن الإضراب ده مش ضروري الهمزة فيه، إنما إحنا لازم بنقول لك لما تبقى منقطعة نقدرها بمعنى إيه؟ بل والهمزة، عشان يصلح الاستفهام، لأنه هو دي صورة الشك اللي حصل. أصلى ثلاثا أم أربعا؟ ده تصوير للشك الذي حصل. أصلى ثلاثا أم أربعا؟ خلاص ما فيش إشكال عندنا. طيب أصلى ثلاثا أم أربعا؟ يبقى أم هنا منقطعة، لما تبقى منقطعة دائما تقدر بمعنى بل والهمزة عشان يصلح الاستفهام، ويبقى التقدير إيه؟ أصلى ثلاثا بل أهي أربع؟ بل أهي أربع؟ لكن لو قال أصلى ثلاثة بل أربع ينفع؟ ما ينفعش، كده ما ينفعش، ما أنت تضرب عن الثلاثة، كيف أنت شاك الآن؟ ما تعرفش ثلاثة ولا أربعة، فكيف تضرب لتذكر أنها أربعة؟ ما أنت لو عرفت، لو أضربت وقلت أنها أربعة يبقى أنت أبطلت الثلاثة، يبقى كأنك تأكدت أنهم أربعة. إنما إحنا عاوزين بل والهمزة تبقى كده، نعم. ومن كان إماما أو فردا وتكلم في صلاته كلاما يسيرا ساهيا سجد بعد السلام، لأنه زيادة ولا تبطل الصلاة به، إذ هو معذور فينجبر سهوه بالسجود. نعم. وقيدنا بالإمام والفرد احترازا من المأموم. كلاما يسيرا،
الكلام اليسير هنا كيف أعرف أنه يسير أو ليس بيسير؟ بالعرف. يعني إحنا عندنا العرف مقياس. إذا قلت يا محمد يا محمد، العرف يسميه كلام يسير ولا قد ولا كثير؟ كثير يسير في العرف. لكن لو قلت يا محمد أغلق الشباك الذي بجوارك، هذا الكلام يسير في وقت كثير في وقت آخر. لأن العرف أنا قلت المرة اللي فاتت تظن قلنا يتناسب مع الحالة التي أنت فيها. أحسن واحد يطلقها ويقول لك ده كتير وده قليل وهو إلى آخره. فأنت لو قلت يا محمد أغلق الشباك اللي بجوارك وأنت تصلي، يبقى ده العرف ينظر له على إنه كتير ولا يسير؟ كثير ولا يسير؟ كثير طبعا، كثير في عرف الصلاة. ولكن وإن كان في عرفنا إحنا الآن كلام يسير قليل، كلام يسير، واخد بالك؟ يبقى إذا اليسر والعرف والكسرة والقلة تتناسب مع كل حالة ومع كل وضع. ضربنا مثل المرة اللي فاتت فاكرين أظن اللي هو إيه؟ لا لا لا، دي لسه مش مقياس، دي لسه ما جبناهاش. احنا بنتكلم عن حادثة المناسب للعرف في الطول والبصر لما اتكلمنا عن الموالاة. مش احنا قلنا لازم يراعى الزمان ويراعى المكان ويراعى الشيخ الكبير ولا الشاب ولا كذا عشان نعم، يبقى كله مناسب، كل حاجة لها تناسب مع وقتها. نعم. ومن كان إماما أو فردا وتكلم في صلاته كلاما يسيرا ساهيا سجد بعد السلام لأنه زيادة ولا تبطل الصلاة به، إذ هو معذور فينجبر سهوه بالسجود. إذا الكلام هنا مقيد بكم حاجة؟ أولا بكون الكلام يسيرا، ثانيا بكونه ساهيا، ثالثا بكونه إماما أو فزا، كونه إماما أو فزا، كلاما يسيرا ساهيا. ها؟ وقيدنا بالإيه؟ ساهيا سجد بعد السلام. لا لما كلام بالحكم. وقيدنا بالإمام والفرد احترازا من المأموم، فإن الإمام كما تقدم يحمل سهوة ما لم يكن فريضة. ما لم يكن فريضة، فريضة تركها غير الفاتحة. الإمام يحمل سهو المأموم، سهى عن سنة مؤكدة يحملها الإمام. سهى عن سنة خفيفة يحملها الإمام. سهى عن قراءة الفاتحة يحملها الإمام. لكن سهى عن الركوع أو السجود لا يحمله الإمام. تكلم يسيرا ساهيا يحمله الإمام. واخد بالك؟ يعني كل ما لا تبطل صلاة الإنسان به وغير نقص الفريضة فإن الإمام يحمله عنه. الإمام إنما مفرد واحد مأموم تكلم كلاما كثيرا يحمله الإمام؟ لا، بطلت صلاة حتى وإن كان ساهيا. لو واحد مأموم خلي بالك مش دايما يحمل عنه كل حاجة، يحمل عنه ما لم يحكم الشرع ببطلان صلاتي فاعل ذلك الفعل. لو أنه تحرك حركة يسيرة ساهيا عامدا لا تبطل الصلاة، لو تحرك كثيرا ساهيا لا تبطل الصلاة ما دام ساهي. طيب بس يسجد للسهو. طب افرض عمل كده في اثناء القدوة وهو مأموم لا تبطل صلاته ما دام ساهي، لا تبطل ايه؟ لا تبطل صلاته. واضح؟ نعم. وباليسير احترازا من الكثير فإنه مبطل، واحترز بالساهي من العامد والجاهل والمكره ومن وجب عليه الإنقاذ أعمى مثلا. العامد معروف طبعا بمجرد ما يتعمد ولو كلمة واحدة بطلت صلاة. طيب والجاهل؟ الجاهل عندنا كالمتعمد، الجاهل عندنا كالمتعمد. طب جاهل بإيه؟ جاهل كونه في صلاة ولا جاهل بالحكم بان الكلام الكثير يبطل الصلاه او اليسير يبطل الصلاه؟ سواء كان هذا او كان هذا جاهل، بس الواضح هنا جاهل بالحكم. الواضح في هذا الجاهل بالايه؟ الجاهل بالحكم.
لأن الجاهل كله في صلاة يبقى ده يعتبر عابس. كيف دخلها وبأي نية دخلها وهو إلى آخره، يعتبر عابس. يبقى اللي واضح هنا إيه؟ الجاهل بالحكم. طب الجاهل بالحكم عندنا كالمتعمد لماذا؟ قال لك نعم، لأنه كان ينبغي له أن يجتهد في معرفة دينه ومعرفة أحكام شرعه. مش كده ولا إيه؟ يبقى إيه اللي يخليه يقصر؟ فلا بد، لانه عشان كده عقوبه له. طيب والمكره، المكره احنا عندنا فرق بين الساهي وبين الايه؟ وبين المكره. طيب الساهي يترك الشيء ولا يبدله بغيره، والمكره يترك الشيء ليبدله بغيره. هذا الفرق بين الاثنين. الساهي يترك الشيء ولا يبدله بغيره، لأنه هو تركه زهر عنده خلاص انتهى. والمكره يترك الشيء ويبدله بغيره. واضح؟ يبقى كده ايه الفرق بين الاثنين؟ طب المكره ده مش مرفوع عنه القلم؟ قال لك ايوه، بس في مندوحه للانسان انه يعيد صلاته. في مندوحه للانسان انه يعيد ايه؟ انه يعيد صلاته. نعم. نعم. دلوقتي انا كنت مره بصلي كمأموم وجت قطه قعدت قدامي وانا بصلي فما عرفتش اسجد، فما حكم اولا؟ تاني حاجه لو القط قامت كان في مكانها، ما اعرفش بقى هل هي كان بول ولا كان ايه، فما اعرفش بقى ايه موقف في الصلاه. انا كنت كمأموم فانا ما سجدتش، وكان مكاني مكانها بول او كان مكانها حاجه فما عرفتش. هو الله يشوف ان تاكدت ان هذه نجاسه، وغالبا يعني تكون نجاسه، يبقى في الحالة دي عليك أن تستأنف وتقطع وتترك المكان، أو تذهب تمشي خطوتين قليلين من المكان بتاعك إلى مكان آخر. ما تكترش في المشي، لأنه يغتفر لك أن تمشي مقدار 3 خطوات فقط، علشان لو في ضرورة حصلت معك. افرض أنك أنت جاءت زي ما أنت بتقول قطة ووقفت أمامك ولا أنت عارف تعمل أي حاجة مطلقا، خلاص اترك هذا المكان تركا يسيرا واذهب إلى مكان آخر واسكن فيه. لو مأموم صحيح. حتى لو مأموم. لو مأموم مفيش مكان مفيش مكان، خلاص يبقى في الحالة دي هيترك هيترك السجود ويعيد صلاته تاني، يستأنف صلاته تاني. ماذا يصنع؟ يصبر على النجاسة، ما ينفعش. خلاص؟ وهو طبعاً إذا لم يتأكد أنها نجاسة يكمل صلاته ويبقى يعيدها تاني. لو كانت النجاسة موضع السجود. نعم؟ لو كانت النجاسة يسجد بعيدا عنه. لو كانت تحت صدره او بين قدميه فانه لا شيء عليه، ما دام مش هيمسها بالاعضاء لا شيء في ذلك، يسجد ولا شيء، ولو صلى صلاته كلها. اذا كان مأموما نعم. نعم. اذا كان مأموما يلغي تلك الركعه؟ لا، مفيش حكم في انه يلغيها الان هذه. ليس له حكم في ان يلغيها، لان ما فائده الغائها؟ طيب ما هو هيتأتى منه امتى طيب؟ يعني هو بيقول لك الآن في نجاسة أمامه تمنعه من السجود. أنا قلت له الأحسن لك أن تتنحى عن هذا المكان ولو مقدار صف، حتى امشي مقدار صف قليل، يعني مش بالطول لا، بالعرض الصفوف كده، تترك الصف ده وتتنحى عنه وتذهب مقدار صف وتكمل صلاتك وتسجد. فهو قطع علينا الطريق وقال لا لا استطيع، انا في مكان الدنيا زحمه والى اخره. ماذا يصنع؟ ان الغى الركعه الثانيه فسيسجد في الثالثه، وان أت نفس المشكله الى النهايه، فاصبح الان هو محاصر في هذه المساله. لكن هل مثل هذا يكمل بالايمان؟ ما اعتقدش انه ينفع بالايمان في هذه المساله. هو يكمل صلاته على ان دي مش نجاسه يعني، وبعد ذلك يغسل مكان السجود ويعيد الصلاه مره ثانيه. طب شيخي لو ما كانش في نجاسه يتعامل مع القطه ازاي؟ يعني خلاص ما سجدش. لو ما كانش في نجاسه يتعامل معاها ازاي؟ ما هو خلاص ما سجدش. اعتقد ان القطه يعني قاعد ما حكم الركعه، هل هعيد الركعه دي ليه؟ ما سجدش. انت هتعيد الركعه ليه؟ لان انا ما سجدتش.
هو انت ما سجدتش ليه؟ انت سجدت. الان القطه بمجرد ما هتشوفك نازل هتهرب. مفيش اصلا قطه دلوقتي تكون بيحه قوي للدرجات دي وتقعد بقى قدام الانسان كده. لا، ممكن يشير اليها هكذا بايده اشاره خفيفه. هي حصلت معايا كده. تتنحى مكانها، هي بتتنحى. والله دي بقى يبدو انها تريد زوجا. سيفانا لو اثناء هويه الشيوخ قال مثلا بس. لا بس، لا بس دي بقى انت ضد الصلاه الخاص. بس لا ما ينفعش. يعني لا يصلح ولا حتى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، برضه ما ينفعش. ان قصد ذلك فقد فضلت صلاته. واحترز بالسائل من العامل والجاهل والمكره ومن وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى مثلا. طيب وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى، ماذا يصنع؟ يقطع. أيوة، لأن مش ربما واحد يقول لك اللي وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى ده خلاص يتكلم وما فيش مشكلة، يقطع. وكلمة إنقاذ كان المفروض هو يحط لها كاف، يقول لإنقاذك أعمى، لأن إنسانا وجد مصحفا على الأرض مثلا يرمى، فقال ينبغي عليه أن يقول ارفع هذا المصحف على الأرض، يقطع الصلاة الاعتياد. وأيضا لو وجد دابة نفرت أو شردت فإنه يقطع صلاته ويكلم صاحبها، خلاص. وأيضا لو ولد لصا يريد أن يسرق مال إنسان فإنه يأتي ويكلم الرجل صاحب المال ويمنع المال الجريمة بتاعة السرقة. يبقى كان المفروض الشيخ يقول إيه؟ لإنقاذك أعمى. دائما الترديد كان يقيد بالكاف كتير. حتى قال مثلا في الحج يقول لك إيه؟ فيحرم الولي عنك رضيعي. ما يقولش فيحرم الولي عن الرضيع والمطبق، لا، فيحرم الولي عنك رضيع، عشان الكاف دي تشمل اشياء كثيره، يمكن تشمل صور كثيره قد تدخل تحت ايه؟ موضوع الرضيع. فقال احنا شفنا كذا صوره، واحد راى مصحف وقع على الارض، ماذا يصنع؟ يتكلم لرفع المصحف، يقول لاي حد ارفع هذا المصحف. مثلا كان يقع على نجاسه كثير، لو راى دابه شردت برضه يتكلم لإنقاذه، خلاص؟ نعم، وجد مالا يريد أن يسرق، يسرقه واحد، شاف حرام يسرق، يسرق المال، يقول أدرك هذا الحرام، يقطع الصلاة ويعمل إيه؟ وينقذ هذه الأشياء، نعم. سيدنا في المسروق له مقدار محدد ولا مهما كان؟ ما هو أنا الآن مش المال بتاعي أصلاً. نعم، لكن سيدي مثلا قيمته إن كان مثلا مقدار إن كان له بال. لا نقدر المال بالقيمة هنا، له بال عند صاحبه. له بال عند صاحبه. لو واحد جاي يسرق منك بريزة بلغة المصريين. البريزة دي مالهاش قيمة. أنت حر، لو قطعت الصلاة من أجلها ما حدش هيقول لك لا. لأن إتلاف المال لا يجوز لأحد أن يفعله. إتلاف المال لا يجوز لأحد أن يفعله. ولذلك قالوا في المال يشترط ان يكون له، اللي هيخاف عليه الانسان يعني يترك منه الجمعه ويترك به الحج والكلام ده كله، قال لك يشترط ان يكون له بال. الا اذا كان النهارده هياخد شيلين ولو شافك ساكت هيجي بكره ياخد شيلين تاني، وبعدين لو شافك ساكت هيجي بعد كده ياخد شيلين تالت، ان كان هيرجع تاني عشان ياخد، ولو اخذ قليلا فيجب عليك انقاذه. واضح؟ نعم. أنا ما فهمت يعني ذكرت يعني نجاسة تحت صدره، يعني تحت صدره بمعنى أنه إذا سجد لا يمسها، لأنك أنت لما تسجد هتسجد كده أهو وبقدميك وهتسجد هنا، الصدر ده إيه اللي هيوصله الأرض، يوصله على الأرض؟ لن يصل. وكذلك إن كانت بين ركبتيك وأنت ساجد لم تمسها أعضاؤك ولا ثوبك، يبقى تسجد وتركع واحد لا شيء في ذلك. إذا كانت جافة وإن كانت لينة، ما دام مش هتمسك أنت مالك مالك بها. طالما هي لا تمسك تكون بشرط ألا تمسها أعضاؤك. نعم. فإن صلاتهم باطلة.
ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم. اللي هم دول اللي هم إيه دول؟ أيوة العقل العاد والجاهل والمكره والذي يتكلم لإنقاذ أعمى أو للصور اللي إحنا قلناها دي كلها، فإن صلاته إيه؟ صلاة هؤلاء باطلة ولا يحملها عنهم لا إمام ولا غير ولا غير. نعم. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم ولم يقم من مقامه وكان بقرب تشهده سلم ولا سجود سهو عليه. ولا سجود للسهو عليه. لأنه إن كان سلم فصلاته صحيحة. نعم. والسلام الثاني واقع في غير الصلاة. يعني واقع بعد الصلاة، وإن شاء الله بعد الصلاة تسلم 20 مرة محدش قال لك حاجة. طيب، وإن كنت لم تسلم فقد سلمت وانتهى الأمر، يبقى ليس هناك موجب للسجود، بس بشرط أن تكون جالسا في مكانك. أن تكون جالسا في إيه؟ جالسا في مكانك. لكن لو قمت من مكانك أو انحرفت عن مكانك تكبر وتتشهد وتسلم إن كان ذلك بقرب. كلامنا قلناه الأسبوع اللي فات. نعم. والسلام الثاني واقع في غير الصلاة فلا وجه للسجود. نعم. وإن كان لم يسلم فقد سلم الآن ولم يقع منه سهو يسجد له. نعم. وقيدنا كلامه بقولنا ولن يقم من مقامه احترازا مما إذا كان قريبا. نعم. ولكن تحول من مقامه فإنه يرجع بتكبيرة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام لأنه زاد. عظيم. وبقولنا وكان بقرب تشهده احترازا مما إذا طال فإن صلاته تبطل. حتى ولو ساهيا. يعني هو قال أشهد أن محمدا عبد الله إنك حميد مجيد. وفكر نفسه أنه ساهي خلاص. وسهى عن السلام وقام من مكانه. فإن لم يطل يكبر ويتشهد ويسلم خلاص ويسجد خمس بعد السلام. طيب ان طال افتكر يعني ما افتكرش الا بعد ما طول او ما سلمش وبعدين قال الله انت ما سلمتش خلاص نقول له استأنف صلاتك من ايه؟ استأنف صلاتك من جديد. نعم. ومن استنكحه اي دخله الشك في السهو في الصلاه فلينهى عنه بفتح الهاء الى غير بمعنى يضرب عنه. ينهى عنه. بعض الناس يقول لك يلهو عنه لها يلهو. لا، فلينهى عنه اصلها يلهى عنه، لكن عشان اللام لام الامر اتحذفت منه الالف طبعا علامه على مين؟ الجزم الفعل المضارع، لان جزم الفعل المضارع يلزم بحذف حرف العله. يلهى عنه وجوبا، يعني يجب عليه شرعا ان ينهى عن ذلك الشك او الوسواس المستنكح ده. اذا الشرع عامل له رخصه يبقى انت يجب عليك ان تنهى عنه. واضح؟ طيب افرض ان انت لم تلم عنه او لم تنهى عنه واصلحت صلاتك، اتبطل الصلاه او لا تبطل؟ لا تبطل الصلاه. لا تبطل الصلاة، بس خذ منه بقى الكثير بعد ذلك. خذ من الشك الكثير بعد ذلك، نعم. لا احنا لما نيجي نشوف لا لها يلهو فهو لاه لهو او لهوا، يبقى الاصل هو لا هو كده بالفعل الماضي لها يلهى لها يلهى، خدت بالك؟ فهو لاهن وبعدين هي جايه من اللهو يعني الاشتغال عنه، هي في الاصل المصدر بتاعها يدل على الايه؟ يدل على الواو، على ان الالف دي واويه. نعم. انت عايز تقول ليه ما قالش يلهو وانما قال يلهى؟ لا، اصل يلهو بمعنى ان هو يفعل شيئا يتلهى به، لكن يلهى يعني يشتغل عنه، يعني بمعنى ان هو ينسى خالص. يعني في فرق ما بين يلهو، لو سيبنا الواو على اصلها في الفعل المضارع، يلهو يعني يشتغل بشيء يلهيه عنه، لكن انت تلهى هنا تلهى بمعنى انك انت ايه؟ تتركه خالص، تعرض عنه كانه ما حصلش. نعم. بمعنى يضرب عنه لا يعول على ما يجده في نفسه من ذلك إجابا
لأنه بنية من الشيطان. معنى ذلك أن الإنسان قد يجد في نفسه ترددا وقد يجد في نفسه وسوسة. المفروض إحنا إذا دخلنا الصلاة لابد أن ندخل الصلاة ونخرج منها جزما يقينا بدون تردد، خلاص؟ لكن لنفرض أن الشيطان أكثر علينا من الوساوس وأصبح يأتينا في كل يوم ولو مرة فيها، هل التردد يكون له ميزان ويكون له حساب؟ لا يكون له ميزان ولا يكون له حساب، ذلك لأن هذا الفعل من الوسوسة وهو مرض ولا يمكن أن يزول إلا إذا تركناه وأعرضنا عنه، لأن الإنسان إذا حاول أن يجادله أو أن يكلمه أو أن يقف عنده أو أن يعول عليه فسيزيد عليه، هتلاقيه بكرة بعده زاد عن امبارح وبعد كده يزيد تاني وبعدين يزيد تاني، فلا دواء له إلا الإعراض عنه. وقد حدث ذلك، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ فيقول الله، فيقول من خلق كذا؟ فيقول الله، فيقول من خلق الله؟ فإذا وصل إلى ذلك الحد فليستعذ بالله ولينتهي، يقف لغاية هنا هو ويعرض ويترك. وفي بعض الروايات إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك، شوف كلمة يطرح يعني يرمي الشك لخالص، خلاص؟ ده بالنسبة للشك العادي، فما بالك بالنسبة للشك الذي تأتيه المسائل والوسوسة. كثير من إخواننا الشباب تأتيهم أفكار في أمر الله تعالى وفي ذات الله تعالى وفي فهو منه حزين بهذه الأفكار، يقعد يجادل في نفسه ويريد أن يقنع نفسه بأن الأفكار بغير موجودة، فكلما اشتد هو في جدله كلما زاد، كلما حزن هذه المسألة كلما زاد هو الشيطان، لأن الشيطان يهمه أن ينكد عليك حياتك. قال بعض العلماء: علاج ذلك أن تفرح به. كيف أفرح بها؟ أظهر له أنك تفرح بها وإن كان قلبك بها حزين. هكذا العدو دائما وأبدا إن حاول أن يكيدك فوجد أن الأمر لا يهمك يعمل إيه؟ خلاص يغتاظ ويرتد على أدباره، ولكن إن حاول أن يكيدك فوجدك مهتما حزينا مهموما وهذا الأمر يؤثر عليك يمسك في عرضه، خلاص؟ ولذلك قال بعضهم: تصبر ولا تبدي التضعضع للعدة، ولو عملت في اللحم منك البواتر سرور الأعادي أن تراك بذلة ولكنها ترتم إن أنت صابر. يبقى دي ميزان دقيق للإنسان. الشيطان نفس الحكاية، خلاص؟ فلذلك قد ينهى عنه ما لا يغلط عنه، خاص ما يفكرش فيه مطلقا. طيب كيف نفعل؟ لهينا عنه كيف نفعل؟ نعم. فدواء البدعة، فإذا قال له مثلا: ما صليت إلا ثلاثا، فيقول له: ما صليت إلا أربعة. نعم. وإن صلاتي صحيحة. يخالفه دائما يخالفه. طب افرض إن هو ما كانش صلى إلا ثلاثة، افرض يعني، قال لك: يغفر له ذلك طالما أنه ليس بمتأكد وأن ذلك شك، ولو كانت ثلاثة حتى ربنا إن شاء الله يقبلها منه غيظا للشيطان. وبعدين يسجد سجدتين بعد السلام علشان ترغيما له، مفهوم؟ يعني مش معنى كده واحد يشك يكون متنطع يقول لك: طب افرض كام ثلاثه؟ طب اعمل ايه؟ يقول له: نعم الله تعالى يقبلها منك حتى ولو كانت ثلاثه، يسامحك حتى ولو كانت ثلاثه. سجده ولا اثنين؟ ما دام جاي لك كتير قول له: لا اثنين. طب افرض كانت واحده؟ يجي بس يوسوس لك يقول لك: يا اخي ما افرض انت كنت سجدت واحده، تعمل ايه في السجده الثانيه؟ ده يطرق ركن تطرق صلاه واللي قول له: مش مشكله، انا ماليش دعوه انت بالمساله دي، خلاص؟ انا هذه المساله. نعم. وما قاله الشيخ مخالف لقول ابن الحاجب: ان الموسوس يبني على اول خاطريه وهو لبعض القرويين، وتابعه عليه اكثر المتاخرين لانه في الخاطر الاول سليم الذهن. هم قالوا ان الوسواس ده يتركه خالص، وبعضهم قال لك: لا، هو ينظر إلى أول ما يخطر له في
في أمر هذه المسألة. يعني إن خبر لك في أول الأمر أنهم ثلاثة ابني عليه، وإن خبر لك في أول الأمر أننا أربع ابني عليه. أول خطرة تخطر لك في المسألة قبل ما تبدأ تشك والشك يتغلغل عنك، إن خبر لك كذا فابني عليها، وإن خبر لك كذا فابني عليها. خلاص، زي واحد مثلا يخيل إليه أنه خرج منه شيء، فيجي في أول الخطرة يقول لك لا يا عم ده مش حاجة كده، ليس شيئا. وبعدين بعد شوية كده يقول الله الله إيه ده، ده أنت متأكد ده يمكن يكون مثلا حاجة كذا ويمكن كذا ويمكن كذا، ساعتها يبني على أول ما خطر له. وهذا شيء في الحقيقة ضعيف، وإنما الصحيح أنه ينهى عنه، ولا أول خاطر ولا ثاني خاطر. لماذا؟ لأن الإنسان المريض الموسوس لا يضبط أول خاطر ولا ثاني خاطر، فهنقول له نكلفه بقى. طب هو لو ضبط أول خاطر ما يمشي عليه، لكن كمنه هو موسوس وكمنه مريض، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ مسكين هيشق عليه الأمر. وده ده ممكن أول خاطر يجيله يقوم يقول له بقى طب وأنت عرفك إن ده أول خاطر، ده يمكن ده التاني، وده يمكن التاني، وده يمكن الرابع، بيعمل أشياء كثيرة لعله الله. يعني هو جه لبعض الصالحين ناس يعني يقول لك إيه؟ إن قال له ثلاثة ولا أربعة يقول له كام؟ يقول له أربعة، ما هو كتير عليه، فيجي هو ما يجيلوش في دي، يوم يقول له الله ده إحنا مش عندنا، ده يمكن دي الركعة الأولى اللي أنت صليتها، فكر كده صليت قبل كده ولا ركعة تانية، يمكن ما صليتش يعني، هي دي الأولى. يعني لا خلاه يعرف إذا كان دي ثلاثة ولا إيه؟ ولا أربعة، فيحير. ففي بعض الناس يروح عامل إيه؟ يبني على إن أنا الأولى، ويروح وبعدين يقول لك أقول لك ابني على مذهب مالك خليهم اثنين وهات كمان اثنين. واخد بالك؟ لأن هو ملعون يعني ما بيسيبش المسألة، يقول لك ده علموها لكم خلاص طب أنا أشوف لكم غيرها بقى. ما دام علموكم المسألة دي وهتمشوا فيها أشوف لكم غيرها. فالمفروض الإنسان منا ينبغي له أن يكون يقظا لوسوسة الشيطان. نعم. وتابعه عليه أكثر المتأخرين لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن، وفيما بعده شبيه بغير العقلاء. نعم. وما قاله الشيخ هو ظاهر المدونة وغيرها. نعم. قال ابن عبد السلام: وهو الذي كان يرجحه بعض من لقيناه ويقول به ويوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده، والوجود يشهد لذلك. نعم. وقوله لا إصلاح عليه تكرار مع قوله فليلهى عنه، لأن ترك الإصلاح هو الإلهاء. يعني هو بعد ما ذكر الأمر بمعناه ذكره بلفظه، ونقول له الراجل مش تكرار، هو بيعلم الصغيرين، والصغير عاوز يصرح له أكثر ما يكنى للأمور عنه، وعايز يأكده. يعني زي بعض، لأن التكرار في بعض الأحيان ليس عيبا، قد يكون التكرار لإيه؟ للتأكيد. يعني ممكن يكون للتأكيد أو للإعداد المتعلق أو لحاجات كثيرة احنا قلناها في البلاغة إذا كنتم فاكرينها. نعم. لكن عليه أن يسجد بعد السلام استحبابا عن ابن القاسم. نعم. لأنه إلى الزيادة أقرب. أيوه. ثم فسر من استنكحه الشك بقوله: وهو الذي يكثر ذلك الشك منه. احنا عندنا أصل السجود، أصل السجود إيه؟ سنة. مش كده؟ طيب. والسجود اللي معانا ده علشان الشك الكثير مستحب. خلاص؟ وبعضهم قال ان السجود ان كان قبل السلام فهو واجب، وان كان بعد السلام فهو سنه. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا السجود يتنوع الى ايه؟ واجب ومستحب وسنه. ماشي. ثم فسر من استنكحه الشك بقوله: وهو الذي يكثر ذلك الشك منه، يشك كثيرا ان يكون سهى ونقص. وفي روايه: سهى زاد او نقص، اي سهى بزياده او نقص. قال ابن عمر: وكثرته ان يطرا عليه في كل وجود. عايزين نقول ان هو بيقول اللي يستنكحه الشك ما مسأل ما 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 علاجه؟ انه لا يصلح ويسلم، يسجد ولا إصلاح عليه ولا إصلاح عليه. إذا كان الشك في نقص ماشي، أما إذا كان في زيادة
فمن أين يتأتى الإصلاح؟ بكلام الشارع هنا يوهم بأن الشك إن كان في نقص أو في زيادة لا إصلاح، لا إصلاح. نقول له لا، كان المفروض إن إحنا نقيد الشك اللي نقول لا إصلاح فيه اللي هو إيه؟ إن كان عن نقص، وأما الذي عن زيادة كيف تصلحه؟ ما فيش إلا السبوت، سواء كنت أنت شاكا في بداية أمرك أو كنت مستنكحا. في الواحد ساعة عن شيء فزاد في صلاته ركعة، ماذا يصنع؟ كيف يصلح الآن؟ أيتأتى له إصلاح؟ ها؟ لا، أنا عايز أقول أيتأتى له إصلاح؟ لا يتأتى له إصلاح. يعني الركعة اللي صلاها هيشيلها إزاي طيب؟ يبقى حله السجود. فهنا حين يقول الشيخ اللي يستنكحه الشك يعني في الزيادة أو النقص لا إصلاح وعليه السجود، نقول له ما هو مش متصور الإصلاح فين؟ في الزيادة، ولكن متصور الإصلاح فين؟ يبقى أنت عاوز يقيد بعدم الإصلاح اللي هو الشك في النقص، وأما الذي يزيد فلا يقيد بالإصلاح ولا بغيره، فيبقى الثقة تقتضي أن يقول لا إصلاح عليه إن شك في نقص وكان مستنكحا، وإنما عليه أن يسجد. وأما الذي يشك في الزيادة فمش هيصلح أبدا كده طبيعي، سواء كان مستنكح أو غير إيه؟ أو غير مستنكح، هو ليس له إلا السجود. ما هو الواحد لازم يقرأ في الفقه، لأن أنتوا علماء، يعني مش معنى ذلك إن أنتوا عايزين تعرفوا الحكم بس، لا، ده أنتوا لابد أن الإنسان العالم أو أهل العلم حين يطالع الكتاب ينبغي أن يكون معه قلم رصاص صغير ويدون في حاشية الكتاب ما وصل إليه أو ما استنبطه من كثرة تأمله للعبارات ومن كثرة تأمله للكتب. إنما يعني معنى كده إن أنا راجل زي بتاع الجامع مثلا، شيخ بيدي درس بعد صلاة المغرب عايز يعرف دي حكمها إيه ودي حكمها إيه وخلاص ياخد منها، مش عالم. إنما أنت معد لتكون إيه؟ عالما. ولذلك الأشياء التي لا تجد الشاك قد وضحها وإحنا نعلق عليها، مش بنعلق عليها من عند انفسنا، احنا هيهات ان نكون مجتهدين او كذا، ولكن مما قرانا في غيرها او مما استنبطناه او مما تاملناه، هذه الاشياء ينبغي ان تعلق انت عليها او تضعها في حاشيتك، علشان وانت بتذاكر بعد ذلك الكتاب تبقى عندك حاجه قيدتها تستطيع ان ترجع اليها. واضح؟ نعم. سيدي الذي يستنكح في الوضوء، ربما أتت في المسألة يعني قد يتكلم فيها بعد ذلك، يعني قد يتكلم فيها، وإن شاء الله هنتكلم فيها مع لما يجي يقول لك الشيخ بيدي مثل هنا في من جاءه الشك في الوضوء، هنشوف كده. قال ابن عمر: وكثرته أن يطرأ عليه في كل وضوء أو في كل صلاة أو في اليوم مرة أو مرتين. ليس ابن عمر اللي هو الصحابي، الصحابي، إنما في يحيى ابن عمر وفي يوسف ابن عمر، لعل المقصود يحيى ابن عمر. يوسف هو أشار في أول كتاب ذكر العين. طيب خير، يبقى يوسف ابن عمر. نعم. قال يوسف بن عمر: وكثرته أن يطرأ عليه في كل وضوء أو في كل صلاة أو في اليوم مرة أو مرتين. نعم. وإن لم يطرأ، خلوا بالكم كده في، ودايما اقرأوا الرموز، لأن دايما يقول لك كعين جيم مش عارف قاف كذا كذا، كثير من الناس طبعا يقعد يسأل عنها المسألة دي، لا، انت ارجع للرموز لأنه هو المفاتيح بتاع الكلام ده في أول الكتاب في أول كلامي. نعم. وإن لم يطرأ له إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح. نعم. وقوله ولا يوقن، ضابط المستنكح عنده أنه يأتيك في كل يوم ولو مرة، خلاص؟ يأتيه في كل يوم ولو مرة، يبقى ده مستنكح. فإن أتاه اليوم مرة وغاب عنه غدا فإنه ليس المستنكح، خلاص؟ طيب، هذا هو الضابط. وقال بعضهم: بل ينبغي أن يبنى الشك على حال السلس، حالة السلس بتاعت الإنسان. فإن كان يأتيه مثلا يوما ويوم، يعني يومين
ثم ينقطع يوما ويجيء في الثالث في الرابع يعني هو جاله يومين ورا بعض وبعدين ساوي يوم وبعد كده جاله في اليوم اللي بعد كده يبقى ده مستنكر يبقى ده لانه هيدور على الايام هيبحثها على الاكثر اكثر الوقت او ايه او اقل الوقت او جل الوقت احنا قلنا السلس يبقى ايه ولا سلس لازم نصف جل كل الزمن او جله او نصفه دول غالبا ما فيهمش ايه فيهمش وضوء كويس كده يوم ويوم يبقى خلاص ماشي في اليوم اللي جالي فيه امبارح واليوم اللي جالي فيه النهارده انا مستنكر والعياذ بالله طيب هو جاني يومين وسابني يوم وبعد ذلك اتاني في اليوم اللي بعده يبقى مستنكح برضه لانه اكثر الوقت. طيب جاءني يومين وغاب يومين ها وجاء في اليوم الذي بعده على القول في السلس بنصف الزمن يبقى ايه؟ يبقى مستنكح برضه وان كان الاولى في المساله دي انه ياخذ بالرخص ما ياخذش بالرخصه دي. خلاص؟ قياسا على ما تقدم في موضوع السلس. طيب جاءه يومين وغاب عنه ثلاثة أيام وجاءه بعد ذلك في يوم لا يكون مستنكحا يبقى فيه قول يقول بشرط إن حتى لو جه مرة واحدة بس في اليوم ده في كل يوم من الأيام يعني ما حدش يفكر إنه يشوف اليوم يبدأ من الساعة كذا لو كانوا لغاية الظهر ولا كانوا لغاية العصر لا لا إحنا بنحسب دي الأيام الآن نحسبها من أيام مفهوم؟ يبقى إذن ولو جاءك مرة واحدة يبقى في عندنا في الاستنكاح قولين القول الأول يقول يوما ويوم إن جاء يوم وغاب يوم يبقى هو كده إيه ليس المستنكح إن جاء يوم ويوم من بعده يبقى مستنكح طيب رأي ثاني يقول نبني على السلس فنشوف أكثر الأوقات التي يأتيه فيها فإن جاء ثلاثة أيام وغاب عنه يوما أو يومين يبقى كده غير مستنكح لو قسمناها في النص يبقى كده مستنكح لو زاد فترات المجيء ونقص من فترات عدم المجيء يبقى كده مستنكح يبقى ده قياس على مين؟ قياس على السلس السابق قياس على السلس السابق وهذا يعني فيه وسع اللي ما يضبطش حاله ياخذ بدي واللي يضبط حاله ياخذ بهذه اللي ياخذ بهذه المساله. القول الثاني لو دخلنا فيه يرجع للقول الاول لانه لو جاءه ثلاث ايام خلاص وثبت عدد القولين انه مستنكر. ما هو لو غاب يوما وجاءه بعد ذلك يوم ثاني في الثلاثه ايام لو غاب يوما عنه وجاله بعد كده يوم يبقى ده ما يبقاش مستنكح عنده في الراي الاول. هي تفرق من هذه المساله. لو جالك يومين وغاب يوم وبعدين جالك تاني ما انتش مستنكح في الوقت ده. انت مستنكح في اليومين واليوم اللي انقطع عنه قطع الاستنكاح وبعدين يجي لك بعد كده يبقى كده مستنكح مش مستنكح. واضح؟ لكن دي لا دي هنحسبها باكثر الايام وقله الايام هناك فرق فتنبه لهذا. نعم. وقوله لا يوقن تكرارا مع قوله يشك وكذا قوله فليسجد بعد السلام تكرارا مع قوله ولكن عليه ان يسجد بعد السلام. ماشي نقول له ده عذره انه بيتكلم مع ناس ايه؟ مبتدئين عاوز يعلمهم الصلاه ويحاول ان هو يؤكد عليهم هذه الامور عشان اللي ما يفهمش بالتلميح يفهم بايه؟ يفهم بالتصريح. خلاص؟ اللبيب تكفيه الإشارة والغبي لا تكفيه ألف عبارة هكذا قال اللبيب يغنى بالإشارة والغبي لا يكتفي بألف عبارة. نعم. وقوله فقط إشارة لمن يقول عليه الإصلاح. نعم. وإذا أيقن المصلي بالسهو قال الأقفاسي يريد عن سجدة أو ركعة يدل عليه قوله فرق احنا قلنا في فرق ما بين السهو وما بين الشك. ها؟ السهو يسهو ويعرف ويتذكر الذي سهى عنه. يعني ينسى الحاجة ويفتكر انه نسي فعلا حاجة زي كده. ولا ايه؟ لا
لا ده ما بيتكلم ده كالإكراه والسهو يختلف عن ده. احنا الآن بنفرق ما بين السهو والشك. الشك لا يستطيع أن يضبط حاله ويمكن ما حصلش منه اللي بيشك فيه، ولكن السهو يسهو هو كده سهو، اعتاد إنه يسهو عن الجلوس الأول في التشهد، اعتادت عادته كده، من أول ما يصلي يروح قايم ويجيب الركعة التالتة، عادته أن يسهو عن هذا. يتذكر بعد ذلك أنه سهى ويتيقن أنه حصل منه السهو ده. أما الشاك فهو مسكين لا يدري هل حصل منه أو لم يحصل، هذا هو الفرق. نعم. يدل عليه قوله سجد بعد إصلاح صلاته. نعم. أي بعد إتيانه بما نقصه. نعم. يبقى الساري يصلح ولا سجود عليه، والشاك المستنكح يسجد ولا إصلاح عليه إن كان عن نقص. ولذلك احنا قلناها قاعدة خلي بالك منها، قلنا من استنكحه الشك سجد ولا إصلاح عليه، ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه. نعم. وقال ابن عمر وصورته إذا ذكر ما أفسد له ركعة فإنه يأتي بها ويسجد بعدما صلاها. نعم. وهل ذلك قبل السلام أو بعده؟ فنقول يفترق الجواب إن كانت الركعة من الأوليين فإنه يسجد قبل السلام لأن معه الزيادة والنقصان. لأن معه زيادة. أيوة. أن معه الزيادة لأن معه الزيادة والنقصان، فالزيادة الركعة الملغاة والجلوس في غير محله، والنقصان ترك السورة لأنه إنما يأتي بها بالبناء، وإن كانت من الأخيرتين لم يكن معه إلا الزيادة خاصة. كيف هو دلوقتي بيقول إنه إن كان السهو على الركعتين فالركعتين الأولتين أو الأوليين، هو السهو ده هيدي ركعتين بالفاتحة وهم الإيه؟ وهم المربصور وهم البخار وصورة يعني. طيب افرض إنه هو عاوز يلغيها، يلغي الصورة دي شك فيها، هو الفتحة اللي الركعة دي شك فيها اللي هي الركعة الثانية مثلا شك فيها، كيف يأتي بها؟ ازاي؟ نعم؟ هو الآن حيلغي الركعة اللي هو شك فيها، يعني التي ترك فيها سجدة والتي ترك فيها كذا ووحدة آخره. يبقى لما يجيب الركعة التالتة اللي هي هيعتبرها التانية دي هيجيبها بأم القرآن فقط، يعني أنه هيبني، لأن إحنا عندنا يقضي القول ويبني الفعل، فهو هيلغي التانية اللي هي راحت منه، هيلغيها بكل ما فيها بالصورة والفتحة وهو إلى آخره، وهو ترك سجدة في التانية خلاص. يعمل إيه؟ هيلغي الركعة التانية ويعتبر التالتة ثانية، يبقى حصل مع مين؟ نقص، نقص الصورة. لو فرض انه هو يعني ما قراش الصورة في الركعة التانية، مش كده ولا ايه؟ طيب حتى وان كان النقص مشكوكا، لان احنا عندنا قلنا لو النقص مشكوكا يسجد له قبل الايه؟ قبل السلام، وفيه زيادة. لماذا؟ لانه لما يلغي الركعة التالتة ويخليها ثانية هيجيب ركعتين ولا هيجيب ركعة بعد كده؟ هيجيب ركعتين، يبقى يعتبر في زيادة، فهو اجتمع عنده زيادة محققة، استنى، زيادة محققة، لأنه هو تحقق الآن إنه بعد ما ألغى الركعة دي اللي سهى فيها في زيادة وجاب ركعتين، يبقى زيادة محققة. طب والنقص؟ مشكوك فيه، لأنه قد تكون هذه الركعة ما فيهاش صورة أو ما قرأش أو ما عملش، يبقى في تلك الحالة الزيادة المحققة والنقص المشكوك يغلب فيه جانب النقص ايضا على جانب الزياده. اذا النقص لو كان محققا او كان مشكوكا فان السجود يكون قبل السلام. نقص مع زياده محققا او مشكوكا يكون السجود قبل السلام. خلاص كده؟ طيب نقص محقق مع زياده مشكوك فيها برضه قبل السلام. قبل السلام يعني صور السجود قبل السلام كثيرة، وصور السجود بعد السلام
قليلا، لا تكون الا في زياده محضه، لا تكون الا في زياده ايه؟ الا في زياده محضه، مفهوم؟ نعم. فالزياده الركعه الملغاه والجلوس في غير محله، ايوه، والنقصان ترك السوره لانه انما ياتي بها بالبناء، وان كانت من الاخيرتين لم يكن معه الا الزياده خاصه طبعا، فيسجد بعد السلام، اما في الصوره ولا اي حاجه، اما في الحاله دي هيسجد بعد الايه؟ سيسجد بعد السلام. نعم. وان كثر ذلك السهو منه فهو يعتريه ان يصيبه كثيرا، مثل ان تكون عادته السهو ابدا. مفيش داعي لكلمه فهو يعتريه، يعني من الذي وقع في التكرار؟ الشارع. يبقى بدل ما كان يقول لك الشيخ وقع في التكرار، الشارع نفسه هو وقع في التكرار. لان هو وان كثر السهو منه خلاص، لكن فهو يعتريه كثيرا، طب ما هو كده زي ما هي فان كثر السهو منه زي فهو يعتريه ايه؟ ماذا في هذا؟ يبقى هو كان يقول ان الشيخ المتن كرر، هو ايضا وقع في الايه؟ وقع في التكرار. ودائما المؤلفين بتوع زمان كان الانسان اذا شرح كتبهم او عاش مع كتبهم كانوا يقولون المسه روحه. يعني لبس الروح بتاعته وتقمص كانه تقمص الشخصيه بتاعته. واخد بالك؟ ايه؟ اللي هو ايه؟ ان كثر ذلك السهو منه فهو يعتريه، ادي كلام المصنف مات. طيب يبقى انا اللي حصل عندي سهو. اجبره بالسجود بعد السلام. نعم. فهو يعتريه ان يصيبه كثيرا، مثل ان تكون عادته السهو ابدا عن الجلوس الاول، او تكون عادته نسيان السجود. اصبح صلاته ولم يسجد لسهوه. سواء كان السجود قبليا او بعديا لاجل المشقه. لاجل المشقه التي تلحقه في ذلك. ومن قام يريد التزحزح عن القيام باثنتين من صلاه الفريضه ثم تذكر رجع اتفاقا ما لم يفارق الارض بيديه. فيها تفصيل كثير، هذه المساله ان شاء الله نجيبها على الاسبوع القادم، وفيها كلام يعني ياتي من غير الشيخ هنا، من غير الشارح هنا، ان شاء الله نفصلها اكثر باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك.